اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا النهارده، هنعمل بقى مع بعض الكور المطاطيه اللي بتنط جامد جدا بنفسنا. واو، دي شكلها جامد جدا جدا جدا. ممكن نعملها بقى شكل كواكب او على شكل كوره بس عاديه، واحنا نكون عاملينها بنفسنا، ودي احلى حاجه فيها. تعالوا بقى نفتحها ونشوف بقى دي عباره عن ايه، وازاي نقدر نعمل الكور الفظيعه قوي دي المطاطيه بالالوان بتاعتنا اللي احنا نحبها. الله، انا متحمسه جدا 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 بطريقه سهله قوي. اوكي، نفتح بقى العلبه معايا، مكتوب هنا طريقه التعليمات عليها كمان من بره. لازم الاطفال فوق سن 4 سنين. اهي بصوا بقى دي الكوره، بنحطها في القالب بتاعها، بنحط اللون اللي يعجبنا، بعد كده بنسيبها نحطها في الميه، بنسيبها تنشف كده نفتحها، وبتكون الكوره بتاعتي جاهزه. شفتوا بقى سهله ازاي؟ تعالوا نشوف المحتويات بقى اللي معانا عشان نعمل الكوره الفظيعه قوي دي. بصوا زي ما انتم شايفين معانا ده القالب بقى الاولاني، في عندنا كذا قالب، في قالب على شكل ورده، وفي قالب تاني على شكل جوهره، وفي قالب تاني على شكل كره عاديه. ممكن بقى نختار اي واحد من دول عشان نقدر ان احنا نعمل بيه الكره بتاعتنا. اوكي، ودوت هنا ايه بقى معانا الالوان بتاعه الكور، في اللون الازرق والبينك والاورنج والاخضر. الله، بس الالوان جامده ازاي. ومعانا هنا بقى طريقه التعليمات. اوكي، هنفتحها بقى. بيقولي اول حاجة لازم نحط الباودر في القالب بتاعي، بعد كده نحط القالب في المية، بعد كده نسيبه ينشف، بعد كده نفتح القالب نلاقي الكرة بتاعتي بقت جاهزة. الله، دي شكلها لعبة سهلة جدا وحلوة قوي، احلى حاجة ان احنا نعملها بنفسنا في البيت. اوكي، اهو تعالوا بقى نفتح الالوان. انا هاخد اللون البينك والازرق، نحطهم في القالب ده على شكل كورة، على شكل وردة كده شوية. اوكي، نفتحها بقى كده، نقفلها بس الاول كويس، ونحط بقى الباودر من فوق، ويكون القالب بتاعي جاهز. اوكي، اهو نفتح بقى كيس الباودر ونحطه بقى كده هنا. اهو احنا كده حطينا بقى اول حاجة اللون الازرق، هشتكها كده شوية عشان الباودر ينزل كله تحت. اهو بصوا، حطينا بقى الباودر تاني، نحط بقى كيس اللون التاني. اهو بفتح دلوقتي بقى اللون الكيس اللون بينك. اوكي، حطيت برضو بقى منه حبة كتير لحد ما خلصت الايه القالب كله. شفت بقى سهل ازاي؟ دي اول كده خطوة معانا احنا نحط الباودر. اوكي، بعدين بقى تاني حاجة علينا نعملها، نجيب بقى كده كوباية المية ونحطها بقى فيها. بصي ايه مخرمة ازاي عشان المية تخش من كل حتة، عشان الباودر اللي جوه ده ينشف ويتشكل على شكل القالب اللي احنا حاطينه فيها. اهو بصوا بقى، حطيتها جوه، الاخرابة كلها بتتملي مية. واو، دلوقتي بقى سيبناها ايه، نحط بقى نعمل الكرة تانية في الشكل التاني بقى اللي معايا. استخدم كيس اللي هو لونه اورنج. مكتوب عليها سبرينج بول، كرة الخريف. نحطه بقى كده. اوكي، ده اللون الاورنج. ونحطه بقى كمان اللون الاخضر. اهو حطيناه بقى كده بمنتهى السهولة، بعد كده بقى نحطه في المية ونسيبه ينشف. ترى بقى انهي كرة هتبقى احلى، دي ولا التانية؟ انا متحمسة قوي ان انا اعرف.
هي دي الكرة الأورنج بتاعتي، دي الكرة القديمة، نحط بقى جنبيها الكرة الجديدة. هلا اول نطلعها نشوف يا ترى شكلها هيكون عامل ازاي. حطيت بقى الكرة التانية، نسيبها بقى في المية لحد ما نفتح دي. واو شفتوا شكلها جامد ازاي؟ ايه ده، انا اول مره اشوف الكره شكلها جامد قوي كده. بصوا شكل الورده اللي فيها، الله دي كان نصها بينك ونصها ازرق، حلوه قوي. وكنت متوقعه ان هي تبقى حلوه فعلا قوي كده. طب بقى تنط كمان معايا، الله دي شكلها جامد جدا، شكل الورده اللي فيها فعلا يجنن. انا فعلا عجبتني قوي قوي قوي. يا ترى بقى الكره التانية هتبقى احلى ولا دي اللي شكلها حلو؟ انا عجبني قوي الكرة، اول مرة اصنع كرة بنفسي مطاطية على شكل وردة. انا بحب الكرة المطاطية قوي. بصوا كمان بقى بتنط ازاي، بس لازم نسيبها شوية تنشف تقريبا عشان هي لسه مبلولة. تعالوا بقى نشوف الكرة التانية اللي معايا اللي لونها ايه، اخضر. واو برضو طلعت جامدة جدا، لون الاخضر مع الاورنج حلو قوي، شبه الدايموند. هنطلعها بقى كده. اوبا واو واو واو، دي شكلها فعلا فظيع. بس الصراحه انا عاجبني الورده اكتر، حاسه الوانها احلى. الاتنين شكلهم فعلا يجنن. واو انا عجبوني قوي قوي قوي، كانت تجربه جامده جدا ان احنا عملنا كور الخريف بنفسنا، واحده على شكل دايموند والتانيه على شكل ورده. هم بصوا الاتنين بقى جنب بعض، وكمان الوانهم جميله جدا، الموف مع الاورنج والايه. بصوا بينطوا جامد ازاي، الله دي كانت تجربه جامده جدا. انبسطت قوي بالكوره الفظيعه دي، ممكن نديها هديه لحد من صحابنا ونلعب احنا بقى بيهم ونصنعهم بنفسنا. الله دي لعب فظيع، عجبتني فعلا جدا، والاتنين بينطوا كويس قوي. هم شفت اختبرناهم بينطوا كويس قوي. الله قولي بقى في الكومنتات انا عجبتكم اكتر، يا ترى اللي على شكل ورد ولا على شكل دايموند؟ الاتنين شكلهم فظيع. هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم تقولي يعني عجبكم اكتر. اوكي وقولي بقى رايكم في اللعبه الفظيعه الكره الفظيعه احنا عملناها. اتمنى انهم يكونوا عجبوكم. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.